ورحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تصدق الناس بمثل علم ينشر في سبيل الله. بارك الله فيك سماحة الشيخ، فأنت صدرك رحب إن شاء الله. الله. ثلاثة أسئلة سماحة الشيخ. تفضل. السؤال الأول: إنه ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر في بصارة درجات 597 أنه دخل عليه رجل من أهل بلخ فقال له: يا خراسان، تعرف وادي كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: هل تعرف له وصل عمل في الوادي من صفته كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: من ذلك يخرج الدجال. فهل هاي الرواية تدل على أن الدجال يخرج من مدينة بلخ؟ نعم. أما السؤال الثاني سماحة الشيخ، أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: علماء أمتي أول من أنبياء بني إسرائيل. فهل هذا الحديث يدل على أن العلماء المقصودين هنا هم أئمة أهل البيت عليهم السلام، وخاصة أن النبي عيسى عليه السلام سوف يصلي خلف الإمام المهدي، وفي قول الإمام الصادق عليه السلام: نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون؟ أما السؤال الثالث سماحة الشيخ، أنه ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في البحر في الغيبة: إذا خرج القائم قد إن أصحاب طالوت فابتلوا بالنهر الذي قال الله تعالى: سنبتليكم بنهر، وإن أصحاب القائم يبتلون بمثل هذا بمثل النهر. كان التعبير عن النار هنا مجازي، أنه سيكون اختبار يكشف مدى طاعتهم للقيادة الربانية وتفضيلهم المكاسب المعنوية على المكاسب المادية التي يمكن أن يحصلوا عليها من خلال استخدام الدين، وأن الإمام سلام الله عليه سوف يأخذ عليهم 40 فصلة. والسلام عليكم وبارك الله. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا. الأخ ثائر، نعم، هذه الرواية عن بلخ وأن السفياني يبدأ الدجال، تبدأ حركة من بلخ، وأنه اليهود والنواصب مشاركين فيها، نعم هذه معتبرة، وبداية حركة الدجال تكون من بلخ، وحركة عالمية، ويستفاد من تطور العلوم في دولة الإمام المهدي سلام الله عليه. وكذلك علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، المقصود فيها الأئمة سلام الله عليهم، وهناك قرائن على ذلك. وشكرا. سؤال الأخ ثائر عن امتحانات أصحاب الإمام المهدي سلام الله عليه. نحن عندنا أن أصحاب الأنبياء يمتحنون، امتحن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وحتى في الماء برجوعهم من تبوك قالهم: سنصل إلى مكان فيه ماء وشل ينزل من جبل، فما أحد يشرب منه، ولعن من شرب منه، بعضهم شربوا منه. أنواع الامتحانات. الإمام المهدي سلام الله عليه كذلك يمتحن أصحابه، ولكن 313 هؤلاء ناجحين في الامتحان، يمكن غيرهم يرسب، نعم هؤلاء مستويات، نعم يمتحنهم الإمام المهدي سلام الله عليه، كما ابتلي أصحاب طالوت وامتحنوا بالنهر.